حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أوضحت اللجنة المالية أن هناك بعض الوزارات ترى أن موازناتها غير ملائمة أو غير منسجمة مع المنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة. وقالت اللجنة إنه بسبب المبالغ الكبيرة تمت جدولة الاستضافات لبحث إمكانية تخفيضها، وإن وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي سيكونان على رأس الشخصيات التي ستتم مناقشتها، مبينة أنها طالبت بالحسابات الختامية ولكن لم يتم إرسال إلا حسابات سنتين فقط. قالت هيئة النزاهة إن سلطة الطيران المدني تفتقر إلى التخطيط الناجح والبناء السليم لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات عبر معالجة المشاريع المتوقفة والمتلكئة. أضافت الهيئة أن عدم فصل مطارات مزودي الخدمة عن سلطة الطيران امتثالاً لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني أدى إلى حالة من الترهل الإداري يرقى إلى حالة فساد في ظل تغاضي سلطة الطيران المدني عن ملاحقة المتسببين في تعطيل المشاريع المتعاقد عليها منذ مدة طويلة. أعلنت وزارة النفط الحالية في العراق عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، وبحسب الوزارة فقد زادت كمية الصادرات من النفط الخام عن 92 مليون برميل بإيرادات زادت عن 7 مليارات دولار. وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق فاقت 89 مليون برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان نحو 2 مليون برميل، ومعدل سعر البرميل الواحد بلغ 76 دولارا و50 سنتا. أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو أن الشركة النفطية الصينية كانت الأكثر عدداً لشراء النفط العراقي خلال شهر شباط الماضي. وقالت الشركة إن حصة الشركات الصينية كانت بواقع 7 شركات من أصل 35 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر شباط، مضيفة أن الشركات الهندية جاءت ثانياً ب6 شركات، وجاءت الشركات الأمريكية ثالثاً ب4 شركات، وثم جاءت الشركات الكورية الجنوبية رابعاً ب3 شركات. وفي خبرنا الأخير، أغلق سهم دويتشا بانك أكبر بنوك ألمانيا على انخفاض حاد مع ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد، والذي أثار مخاوف بشأن مرونة البنوك الأوروبية، فيما عاد الخوف ليستحوذ على الأسواق المالية لا سيما في أوروبا، حيث استمر القطاع المصرفي في التراجع على الرغم من تصريحات السياسيين الذين حاولوا طمأنة المستثمرين بشأن استقرار النظام المالي، ما جعل بورصات باريس وفرانكفورت ولندن تتراجع بنسبة تجاوزت 1.5%. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.